في المحاضرة دي هنتكلم على الهندسة المعمارية عموما، هنتكلم كمقدمة، مواصفات، أقسام، هناخد introduction general عنها كده، والأقسام بتاعتها اللي موجودة في الكلية عبارة عن إيه. العمارة عبارة عن فن وعلم، الهدف منهم إن إحنا نوصل لمباني تفت نمط الحياة اللي موجود، وفي نفس الوقت تصميم المباني دي بيعبر عن المجتمع نفسه وعن هويته للعالم المحيط بيه. العمارة عموما بتتكون من 3 عناصر رئيسيين اللي هما الاستاتيكس اللي هي الجماليات، التكنولوجي، والفانكشن الوظيفة اللي بتأديها أو بيأديها المبنى بعد التصميم بتاعه، أو أيا كان العنصر اللي أنت بتصممه. مش لازم يكون مبنى، ممكن يبقى لاندسكيب، ممكن يبقى أي حاجة تانية. العمارة برضو نوع من أنواع الفنون، زي ما هي برضو ليها جانب بالناحية العلمية وليها جانب مرتبط بالتقدم التكنولوجي، إن أنت لازم تبقى دايما مواكب للتكنولوجيا الحديثة اللي بتطلع على طول أول بأول. في جانب فني موجود، والفنون عموما إحنا نقدر نحسها ب3 طرق. الطريقة الأولانية زي ما بنحسها أو بنشوفها في اللوحات المرسومة، بيبقى اللوحات بنحسها بعينينا، يبقى الارت بنشوفه بنلوك ات لو في بينتينج عندنا، او لو عندك حاجه منحوته فانت تقدر تلف حواليها، لو مسموح طبعا تقدر تلمسها وتشوف التكتشر بتاعها وتشوف النحت بتاعها تم ازاي. او العماره، ودي بقى الحاجه اللي مختلفه، ان انت تقدر تدخل جواها كمان، مش هيبقى مجرد انك بتشوفها او بتقدر تلمسها او بتحس بالسكيل بتاعها، لا كمان انت بتعيش تجربة جوه التصميم نفسه، مش مجرد ان انت بتشوفه بس. على مستوى العالم طبعا في كمية مباني مشهورة كتير موجودة، المباني دي كلها اتعملت كانت بتعبر عن هوية مجتمع وعن فكر معماري صممه، وكان هدف رئيسي للمبنى كمان، يعني من ناحية الجمالية موجودة، من ناحية الفانكشن موجودة، الوظيفة بتاعته بيأديها مظبوط، وفي نفس الوقت من ناحية التكنولوجي موجودة. فكرة التكنولوجي هنا احنا بنقدر نحسها ونعرفها عن طريق ان احنا ندرس بس المبنى، نقدر نعرف هو اتبنى امتى، لان هو غالبا بيبقى بيستخدم اخر تكنولوجي موجودة، فساعتها نبقى عارفين الناس دول يعني كان عندهم التقدم واصل لغاية فين، يعني كان ايه احدث حاجة، كان يعني ايه التطور اللي كان موجود في العصر ده، علشان كده هو قدر يستخدمه في المبنى بتاعه، من ناحية الماتيريالز، من ناحية اسلوب الانشاء، من ناحية حاجات كتير بقى. فالموضوع عندنا زي ما قلنا بيختلف وبيبان، فالمبنى لوحده مجرد الدراسة ليه بيعبر، بيقدر نطلع منه بال3 عناصر دول: الجماليات، الوظيفة، وفي نفس الوقت التكنولوجي اللي كانت موجودة في العصر ده كانت واصلة لغاية فين. مهم جدا، العمارة مش مجرد مبنى بيتعمل، ده علامة بتفضل بتعبر عن الناس، بتعبر عن المكان، بتعبر عن هوية مجتمع كامل وعن فكر معماري موجود في الوقت ده. المعماري في حد ذاته بيبقى شخص بنسميه جنراليست، شخص عنده معلومات عامة عن كل التخصصات اللي حواليه، ما بيبقاش شخص متخصص، ما بيبقاش سبيشاليست، ما فيش حاجة اسمها تخصص في الهندسة المعمارية انك بتعمل الحتة دي بس، لا انت بتعرف تعمل كل حاجة. مش لازم تنزل في العلوم ان دبث، بس لازم يكون عندك معلومات عامة عن كل الأقسام المحيطة بيك، لأن أنت بتشتغل زي الكوندكتور بالظبط، زي المايسترو، زي الراجل اللي واقف كده ماسك على طول بيوجه الأوركسترا تعزف ازاي، مين يعزف دلوقتي، مين يستنى شوية، الدنيا تبقى هما بيبقوا منسجمين معاه وعارفين التوقيتات بتاعتهم ازاي. وده بيحصل في الحقيقة، انك لما تيجي تطبق او تشتغل بيبقى المعماري هو المايسترو بتاع المشروع كله، بيبقى معاه الانشاء، معاه الاقسام التانية اللي منها الانشائيين، منها الناس بتوع ميكانيكال، الناس البيلدينج كود كونسلتنت، الناس بتوع الحريق، اللاندسكيب اركتكتس، الناس اللي بتكتب المواصفات، المقاولين، كل دول بيبقوا في الفريق بتاعه علشان يقدروا يطلعوا المبنى. هو كل ما عليه ان هو
بينظم عملهم، هم السبيشاليست، هم المتخصصين، وهو الكوندكتور اللي بيبدأ يرتب ويوجه ايه اللي هيحصل. وعشان هو يقدر يعمل ده لازم يكون هو جنراليست. يعني ايه جنراليست؟ يعني يعرف في كل التخصصات دي، تمام، معرفة عامة، يعني يبقى فاهم التخصصات دي بتشتغل ازاي، السيستمز اللي هتركب في المبنى، هيركبها الناس بتوع التخصصات التانية، هيركبوها ازاي، بتتصمم ازاي، بتتحسب ازاي، بحيث ان يبقى الموضوع بالنسبة له واضح، ويبقى فاهم ان لو في مشكلة يعني يقدر يحدد المشاكل بسهولة ما بين التخصصات دي، بحيث انه ما يحصلش كونفليكت، ما يحصلش مشكلة في المبنى بسبب ان التخصصات دي عملت اوفرلاب او حصل فيها كلاش جوه الديزاينز بتاعتها، فيبقى هو كده فاهم كل حاجة بتتعمل ازاي. وده بيحصل فعلا في الدراسة. لما تيجي تدرس عشان تبقى مهندس معماري هتلاقي نفسك بتدرس مواد من كل الأقسام، هتدرس مواد من مدني، هتدرس مواد من ميكانيكا، هتدرس من كل الأقسام، من كهرباء، هتلاقي نفسك بتدرس كل حاجة تقريبا. صحيح ما بتبقاش سبيشاليست، مش بتدرس طبعا زي زميلك اللي بيدرس تخصصات كاملة، بس في نفس الوقت هتلاقي نفسك بتقدر تبقى فاهم المفروض زميلك لما يجي يشتغل معاك إن شاء الله بعد ما يتخرجوا الدور اللي عليها هيكون شكله إيه، والمفروض إن هو يديك منتج شكله إزاي، تعرف تقرأ اللوح بتاعته، تقدر تحدد إذا كان في كونفليكت ما بين اللوح بتاعت زميلك مثلا اللي في كهرباء وزميلك اللي في ميكانيكا، فتقدر تحدد المشاكل فين وتطلب منهم يحلوها، هم اللي هيكون عندهم الحلول، أو لو الحل بسيط هتلاقي نفسك أنت بالخبرة طبعا عارفه قبل كده، بس هيكون عندك طبعا معرفة جنرال عن كل الأقسام. أوكي، فالمعماري مينلي بيبقى جنراليست. ده لا يمنع ان في برضو حاجات برضو في العمارة بتبقى فيها النسبة من نسب التخصص، ان طبعا في حاجات ممكن تبقى انت متخصص فيها كمعماري بجانب العمارة عموما، بجانب التصميم المعماري. يعني انت ممكن تبقى متخصص مثلا في الحتة الانفيرومنتال، انك بتعمل حسابات للحرارة او بتعمل حسابات للصوت او للضوء، بتقدر تبقى متخصص مثلا في حتة لاندسكيب، تبقى معماري بتاع لاندسكيب، تقدر تصمم لاندسكيب بشكل أعمق شوية من أي معماري تاني، وهكذا. يعني ممكن تتخصص في حتت وفي حاجات بتبقى ليك أنت فيها سبق شوية بحكم الخبرة وبحكم الدراسة طبعا، بس تقدر تشتغل برضو بشكل عام زي ما قلنا، تشتغل كوندكتور، تقدر تدير عملية مثلا تنفيذ وتصميم مبنى بالكامل، وتقدر انت تبقى جزء من الفريق ده كمتخصص، تمام، زي مثلا تبقى انت متخصص في الدراسات البيئية او متخصص في اللاندسكيب زي ما اتكلمنا، او في تخصصات طبعا تانية كتير. في السلايد دي هتلاقي العلاقة ما بين الأقسام اللي موجودة ليها علاقة بالعمارة، دي الديبارتمنت بتاعتنا، دول لسه مع الأقسام دي لسه لم ما خرجتش للنور، بس العلاقة ما بين الأقسام دي وما بين طبيعة الدراسة جواها، تقسيمة المواد أو نسبة الدراسة جواها بتتقسم إزاي بالنسبة للقسم نفسه. عموما لو أنت بصيت هتلاقي إن أغلب المواد أو أغلب التخصصات اللي موجودة ميالة أكتر طبعا ناحية الأركتكتشر، بتاخد جرعة أو نسبة من السيفل إنجينيرينج مختلفة متباينة حسب القسم. الجرعة برضو بتبقى مختلفة أو متباينة ناحية الكهرباء والميكانيكا، بس تقريبا شبه متساوية خلاص، بحيث طبعا احنا زي ما اتفقنا احنا جنراليست فلازم نعرف حاجة عن كل حاجة، بس طبعا الجرعات عندنا هنا في الدراسة بتختلف حسب التخصص اللي انت هتدخله. بالنسبة للهيومانيتيز هيبقى في برضه فيهم تباين، أكترهم في الهيومانيتيز هيبقى الهاوسينج والإيربن، عشان ده أكتر حاجة بيبقى ليها علاقة أو بتمس العلاقات الإنسانية، الناس مع بعضيها، هي وبقى طبعا البلانينج لأن ده التخصص الرئيس بتاعه ناحية البلانينج، أكترهم طبعا ناحية اللاندسكيب هتلاقيه هو اللاندسكيب وهكذا، والأركتكتشر هيبقى هو الأركتكتشر، لأن ده حسب القسم بيبقى طبعا نسبة المواد اللي بتتخصص فيها أو بتاخدها بتبقى أعلى شوية. طبعا بالنسبة للإنتيريور والسيتي بلاننج هتلاقي برضو الجرعة بتقل في كله، ما عدا طبعا في الإنتيريور هتلاقي ناحية الأركتكتشر أعلى وناحية الهيومانيتيز أعلى. أما بالنسبة للريجنال والسيتي بلاننج نفس القصة، بس بتزيد طبعا معايا في البلاننج لأن ده هو الميجر الرئيسي بتاعه.
أقسام الهندسة المعمارية بتشتغل بسكيلز. إحنا عشان نقدر نتعامل مع المباني ما بنتعاملش معاها بسكيلها الحقيقي. إحنا عموما كإنجينيرينج بنحول شغلنا كله لسكيلز، ليه؟ عشان أقدر أتعامل مع الحاجة الحقيقية لازم أصغرها بسكيل مناسب عشان أقدر أدخلها جوه اللوحة أو جوه ورقة تبقى مقرية أقدر أتعامل بيها، وأقدر أحط عليها حساباتي وأحط عليها الداتا بتاعتي، وأقدر أخد الحسابات دي فيما بعد عشان أبدأ أنفذها على الواقع. فتصميماتي كلها وشغلي كله بينزل على الورق بسكيل. فأنت هتلاقي عندك فكرة الانتيريور ديزاين، تمام؟ الانتيريور ديزاين السكيل بتاعه بيبقى من واحد لواحد، لأن طبعا ده بيبقى تصميمات فيه صغيرة جدا. انت بتتكلم على فراغات اللي هو اوض او سبيسز بسيطة، فممكن يبقى انت بتتكلم على سكيل واحد لواحد، لان تبقى الرسمة مطابقة لمقاس الحقيقة بالظبط، وده بيجي في تفاصيل الفرنيتشرز والانتيكس والحاجات الصغيرة لغاية 21، وده بيبقى الفراغ نفسه، انك تبدأ تعمل بلان او واجهات داخلية للفراغ نفسه، فساعتها بيوصل معاك السكيل لغاية 21. فكرة 1:20 معناها ان البلان ده صغر 20 مرة، أو الرسمة دي محتاجة تتكبر 20 مرة علشان تبقى مطابقة للحقيقة، تمام؟ يبقى اللوحة اللي في إيديك دي لو اتضربت في 20 يبقى هي دي الأوضة بجد على الحقيقة، أو هو ده سكيل الفراغ بجد على الحقيقة. دي فكرة السكيل مش أكتر. بالنسبة للأركتكتشر ديزاين إحنا بنشتغل بفرايتي سكيلز برضو، بيبدأ من 1:50 وممكن برضو نوصل 1:20 لغاية 1:200 وممكن نوصل 1:500. السكيلز دي بتبقى ستاندرد، مفيش سكيلز في النص، هتدرسها طبعا بالتفصيل فيما بعد. في حاجات بتبقى ثابته، يعني مفيش حاجه اسمها سكيل 1 ل 300، دي مش هتشوفها خالص، بس بيبقى السكيلز مثلا ليها ستاندرد هتاخده. ففكره 1 ل 50 برضه و1 ل 200 ان انت يبقى اللوحه دي تتضرب في 200، تتكبر 200 مره، تبقى انت كده وصلت للحقيقه، تمام؟ حسب طبعا مقاس الحاجه اللي انت هتعملها ديزاين او هترسمها عشان تقدر تخليها تفت جوه اللوحة، وكمان حسب كمية التفاصيل اللي انت عايز تعرضها في اللوحة دي. يعني ممكن يبقى التفاصيل اللي انت عايز تعرضها قليلة، ممكن تبقى كبيرة. بالنسبة للاربن ديزاين واللاندسكيب اركتكتشر سكيلز بتبقى كبيرة برضو، بيبدأوا بفرايتي من 1 ل 100 وممكن يوصلوا 1 ل 50. الفكرة كلها ان السكيلز الصغيرة دي بتبقى للديتيلينج والتفاصيل، بعد كده بيوصلوا لغاية 1 ل 1000 وممكن الموضوع يكبر عن كده كمان. فكرة الواحد لألف احنا بنتكلم على سيتيز، بنتكلم على مدن، بنتكلم على مناطق حضرية كاملة، بنتكلم عن ديزاين لأربن شوارع ومباني، وبنتكلم عن حاجات سكيلز عملاقة جدا. فعشان نقدر نجمل دراستنا ليها وسوماتنا ليها بنحتاج سكيل كبير شوية عشان نقدر ندخلها جوه شيتس نعرف ندرسها نعرف نعرضها. ونفس الفكرة اللي حسب الديتيلز اللي المفروض تنزل، فانت بتتكلم في سكيل كبير زي 1 ل 1000 هتبقى الديتيلز اقل. كل ما السكيل بتاعك يصغر ويقل قيمته تقل، معناها انك بتزود التفاصيل اللي انت عايز تعرضها، تمام؟ نفس الفكره برضو في الهاوسنج، هتلاقي الهاوسنج انت بتتكلم مع سكيل من 1 ل 400 ل 1 ل 2000، نفس الموضوع. انت بتتكلم عن مشروعات الاسكان، بتتكلم عن سكيلز بتاعت المشروعات نفسها عامله ازاي. نفس الموضوع برضو لما تتكلم على السيتي بلاننج، التخطيط برضو السيكتور بلاننج، لو انت بتعمل حتة مدينة او بتعمل مدينة هتلاقي نفسك السكيل ممكن يوصل ل 10,000، انت بتعملش جزء مدينة، بتعمل مدينة كاملة، لغاية ما توصل للناشونال والريجنال بلاننج اللي هو بتعمل دولة كاملة، بتعمل حاجات بقى عملاقة جدا. الموضوع بيبدأ من 10,000 لغاية 1,000,000، يبقى 6 أصفار، اوكي؟ فالسكيلز الفرايتي بتاعتها بتبقى حسب انت عايز تعرض ايه. لو هتعرض بس بلوتس والوان بسيطة للتخطيط وتفاصيل قليلة هتستخدم سكيلز ضخمة، لو هتبدأ تعرض ديتيلز هتبقى السكيلز قليلة. فكرة القليلة دي بتبقى حسب التخصص. فانت لو تلاحظ هنا ان في الهاوسنج والسيتي بلاننج والناشونال البدايات بتاعتهم بالنسبة لبقية التخصصات اللي فاتت كبيرة، لان الديتيلز عندهم اللي هم محتاجين يعرضوها ديتيلز مختلفة خالص، مش محتاجة السكيلز الصغيرة زي 1:50 1:20، حسب طبعا زي ما اتفقنا نوع الدراسة. طيب لو دخلت عمارة انت هتتعلم ايه؟
هتتعلم تعمل تصميمات معمارية حضرية تخطيطية بتساتسفاي الاستاتيكس والتكنولوجي ريكوايرمنتس زي ما اتكلمنا قبل كده. طبعا ده مش هيتم الا باستخدام العناصر المتاحة قدامك حسب انت بتصمم فين، الهيستوري طبعا والثيري اللي موجودة في المكان، نظريات والتاريخ، مباني اللي كانت مصممة هنا قبل كده ايه وتاريخ المكان عامل ازاي، الفاين ارتس الفنون هنا في المكان ده عامل ازاي، كل ده مربوط بالمكان والزمان في نفس الوقت، اللوكال كلتشر اند هيريتج التاريخ نفسه الثقافة نفسها بتاعة المجتمع اللي موجودة، التكنولوجيز المتاحة، وفي نفس الوقت الهيومن ساينسز انك بتدرس الناس علاقاتها وتعاملها هنا مع بعض ازاي، فبحيث انك بتحاول تعمل المبنى بتاعك ده بيعزز الاتيتيود بتاع الناس هنا او بيخلي بيحاول يوجه العلاقات دي بطريقة افضل في اتجاه ما، لو الاتيتيود ده محتاجين نغير فيه حاجة او نوظفه بشكل افضل. يعني برضه هتتعلم انك تخلي تصميماتك اللي انت بتطلعها تبقى بتفلفل او بتطبق او بتحقق المتطلبات بتاعة المستخدمين اللي هم هيستخدموا المبنى، خلاص، وده من خلال انك تبقى فاهم العلاقة ما بين المستخدمين والمبنى، ايه هي needs بتاعتهم، هم محتاجين يستخدموا المبنى ازاي، الفراغات المطلوبة اللي هم هيستخدموها شكلها ايه، ايه الاكويبمنت اللي هتحط فيها وخلافه، وبرضو العلاقة ما بين المبنى والانفايرومنت ده مهم جدا، لان المبنى نفسه والانفايرومنت اللي حواليه لو المبنى ما توقعش صح، ما تبناش بطريقة مظبوطة، ما دخله ما اتظبطتش، ممكن ما يقدرش يؤدي الوظيفة المطلوبة منه، يبقى في عائق بسبب البيئة اللي موجودة حواليه، المداخل مش مظبوطة، الخدمات مش مظبوطة، السيرفيس مش هتجيله صح، هيبقى فيه شوية مشاكل، هيعمل زحمة في المنطقة اللي هو فيها، فهتبقى فيه مشكلة بالنسبة لوجوده في المكان ده. برضو كمان احنا محتاجين نعمل ريليشن ما بين المباني اللي موجودة، يعني ما بين المبنى بتاعي والمباني اللي موجودة كلها، خلاص، ونشوف السبيسز ما بين المباني والفراغات اللي ما بينهم اللي هي هتبقى الاربن سبيسز والفراغات المفتوحة، علشان نشوف هل احنا محققين فعلا الهيومن نيدز في الفراغات دي ولا لا، عشان ما تبقاش الموضوع كله يتحول الى غابة من المباني وتبقى مفيش اي حاجة من ناحية الهيومن نيدز موجودة في اللاندسكيب اللي موجود حواليهم خالص، وكمان ما يبقاش الموضوع مدمر السكيل بتاع التصميم الحضري او التخطيط بتاع المنطقة اللي احنا بنبني فيها. برضه هتتعلم ان انت تقدر تعمل تخلي المبنى بتاعك يبقى ecologically responsible، ما يأذيش البيئة اللي حواليه، الأحياء اللي حواليه، الحاجات الحية، وفي نفس الوقت يأثر بشكل إيجابي، وفي نفس الوقت يبقى environmental conservation، يبقى برضه هتتعلم ازاي تبقى بتحافظ على الموارد البيئية اللي موجودة حواليك، ناحية بقى سواء المبنى نفسه ممكن يساهم في توليد كهرباء أو يقلل في استهلاك مية، أو يبقى هو نفسه بيخزن مية مطر، أو من الناحية البيئية ما بي يعني بي بي يعني ملائم للمستخدمين جوه، ما بيعملش مشاكل كتير من ناحية الحرارة وخلافه، فالاستهلاك بتاعه بيقل وهكذا. أو تقدر تتعلم بقى، وهتتعلم برضو إنك تقدر تعمل إعادة استخدام أو إعادة تطوير للمباني اللي موجودة من ناحية الـ rehabilitation designs، فكل ده برضو هتتعمله من خلال إن أنت هتدرس structural design, construction, technology، وتقدر تحل الـ engineering problems المربوطة بالـ building design. طبعا هنا احنا بنتكلم على إنك بعد ما خلصت أول نقطتين، خلاص، اللي هي النقطة الأولانية بتاعة الديزاين عموما والنقطة التانية بتاعة الفانكشن، هنا جيت للنقطة الأهم بتاعتك اللي هي إن أنت عايز تخلي المبنى ده علاقته مع البيئة تبقى علاقة بوزيتيف أكتر، مشاكلها أقل، حتى لو المبنى ده ما كانش لسه هيتبني لأول مرة أو أنت ناوي تعمل له إعادة تطوير أو هو موجود إكزيستنج وأنت بتصلحه أو بتغير استخدامه لو هو كان استخدام حاجة وأنت بتقلبه استخدام تاني،
فانت لازم هتبقى بتراعي النقطتين الرئيسيتين الموجودين فوق. النقطة التالتة لو انت بتعيد الاستخدام تاني، فانت هتتعلم تقدر تعمل التلات حاجات دول برضو في قسم عمارة، طبعا معتمدا على الدراسة اللي انت هتاخدها من ناحية الاستراكشر والكونستراكشن، وكمان التكنولوجي وازاي تحل المشاكل اللي هتطلع لك المربوطة بالديزاين لو كان المبنى طبعا ايه مش اول، لو كان مبني قبل كده. برضو هتتعلم ان انت تقدر تحول افكارك المعمارية المباني، وتحاول تخلي الافكار بتاعتك دي او المباني بتاعتك دي تبدأ تحولها لخطط، والخطط دي تخش في عملية تخطيط كاملة مربوطة بمجموعة كونسترينز زي مثلا الفاينانسينج بتاع البروجكت، ناحية المبنى هيتصرف عليه ازاي، وفي نفس الوقت البروجكت مانجمنت هنتعلم ازاي نتكلم في إدارة عملية البناء نفسها، الكوست كنترول تكلفة المشروع وازاي بتتقسم وازاي نقلل من تكلفته، نتحكم في الكوست نفسها، نغير في الماتيريالز وخلافه. وبرضه هتدرس برضه الطرق المختلفة بتاعت ازاي ان انت المبنى ده يتنفذ، البدائل اللي ممكن تتعمل وتكلفة كل بديل منهم. وفي نفس الوقت هيبقى عندك نوليدج كويسة خالص على الصناعات والمؤسسات الجنرال اللي بتحط الاشتراطات والكودز وخلافه، والريجوليشنز اللي موجودة في الدول والقوانين المتاحة، بحيث تبقى عارف المباني برضو ليها ليميتيشنز، مش أي حد بيطلع بفكرة بينفذها من غير ما تبقى ليها في ريجوليشنز بتحددها، وفي مؤسسات بتراقب على المباني دي وبناخد منها موافقات علشان المباني بتاعتنا تقدر تشوف النور، بحيث تبقى العملية كلها البروسيجر كله اللي انت بتشتغل فيه او الاطار اللي انت بتطلع فيه المشروع بكل خطواته تبقى انت عديت عليها بالكامل وبقيت انفولفد فيها بكل خطواتها، من بداية من الكونسبت لغاية ما حددت المشروع هيتكلف ازاي وطرق التنفيذ المتاحة اللي ممكن يتنفذ بيها، وكمان تقدر تجيب موافقات وتجيب تراخيص للمباني بتاعتك قبل ما تشوف النور او قبل ما تبدأ في الكونستراكشن بتاعها. برضه هتتعلم ان انت تقدر تعمل بروجكت بريف، وتقدر تحضر مستندات الطرح، وتقدر تبقى فاهم الكونتكست بتاع العمارة في يعني الليميتس بتاع مجال العمارة في الكونستراكشن اندستري عموما، وده يشمل طبعا انك تبقى عارف دور المعماري ايه في العملية بتاعت الطرح وعملية المناقصات وعملية التشوين وتعيين واختيار المقاولين او تشوين المنتجات اللي انت هتستخدمها في التنفيذ وخلافه، بحيث ان انت تبقى انفولفد في عملية البرودكشن بتاعت المبنى، وتبقى عارف انت الليميتس بتاعت المعماري ايه في عملية التنفيذ عموما، من ناحية سواء كان مستندات او من ناحية دوره في على الحقيقة في تنفيذ المبنى، الليميتس بتاعته والحدود بتاعته بتكون ايه. طيب بالنسبة لأقسام العمارة الموجودة في الكلية، احنا عندنا طبعا طريقين، الطريق الأولاني اللي هو السبيشاليزد بروجرام والانتر ديسيبلينري بروجرامز. السبيشاليزد بيبقى اركتكتشر انجينيرنج بروجرام بشكل عام، الانتر ديسيبلينري بتبقى ما بيبقى أقسام ما بين قسمين، تبقى واخدة العمارة ومعاها حاجة تانية، يا عمارة لاندسكيب يا عمارة انفيرمنتال يا عمارة هاوسينج، فطبعا حسب التخصص اللي انت عايزه بتبقى القسم نفسه. لو انت عايز تدرس اكتر في لاندسكيب يبقى انت بتخش لاندسكيب اركتكتشر، لو عايز اكتر هتخش انفايرمنتال، لو عايز اكتر هتخش هاوسنج، ده لو انت عايز تبقى تخش الانتر ديسيبلينري اصلا من الاول. لو هتكمل زي ما انت سبيشالايزد هيبقى الوضع طبعا ايه زي ما هو، انت طبعا في الدراسة بتاعتك زي ما انت شايف انت بتبدأ فريشمان يير، بيبقى عندك لو انت ماشي مظبوط يعني مش محتاج سامر او ترم تالت، هيبقى انت الفريشمان يير ممكن تخلصها في 2 سيمسترز، السيمستر الاولاني والتاني، السيمستر التالت هتاخده هيبقى عندك كده في كل الاقسام، حتى الانتر ديسيبلينري بتاخد نفس المواد فيه، بيبقى جنرال سيمستر 3. بعد كده بنبدأ ننفصل، بيبقى عندي القسم بتاعنا اللي هو الاركتكتشر انجينيرنج بروجرام، احنا بنبدا نتكلم على
جنرال كورسز بنبدأ ناخدها، دي بتبقى ماشية من سمستر 4 لغاية سمستر 8 تمام. آخر 2 سمسترز عندنا اللي هو 9 و10 بيبدأ عندنا التخصص، من ناحية إنك ممكن تتخصص بقى Architecture أو Building Technology أو Urban Design أو Urban Planning. بيفرق معانا طبعا في المواد اللي أنت بتدرسها، نوعية المواد، المشروع التخرج اللي أنت هتعمله في الآخر، عشان دول بيبقوا آخر ترمين بيبقى فيهم طبعا الـ Graduation Project وكده، والمواد اللي أنت عايز تتعلمها في التخصص بتاعك، تبقى أنت أكتر ميال للمواد دي. هنتكلم في السلايدز اللي جاية عن الأقسام بقى نفسها، هناخد كل قسم كده ونتكلم عنه شوية من الأربع أقسام اللي إحنا عديناهم، سواء كان Architecture Engineering ولا Landscape ولا Environmental ولا Housing. بالنسبة للـ Architecture Engineering Program إحنا هناخد كده Introduction كده صغير عنه، هو المفروض بيعمل إيه أو هو عبارة عن إيه وأنت هتتعلم فيه إيه. زمان كانت العمارة دايما عبارة عن انعكاس للثقافة والحضارة فقط، يعني كنت تبص للمبنى تبقى تفهم المبنى ده كان اتبنى في انهي عصر وثقافة الناس ساعتها، كانت الناس كانت بتفكر في ايه والحضارة بتاعتهم كانت واصلة لغاية فين من ناحية التكنولوجيا يعني. دلوقتي حديثا في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي العمارة ما عادتش كده بس، ما عادتش بتعكس الجانبين بس، بقى عليها مش مشكلة أكبر، إن عندنا مشاكل عالمية ظهرت جديدة وبقت في تحديات أكبر شوية من إن إحنا بس إن المباني تعكس ثقافة المجتمع اللي هي فيه ومدى تقدمه بمعنى أصح، بقى الموضوع أكبر من كده، وبقى فيه عندنا التزامات أشد شوية، منها إن المبنى لازم يبقى بيراعي البيلت انفايرمنت اللي حواليه ويبقى فعلا ما بيأثرش عليه بالسلب، وفي نفس الوقت لازم يحقق الاحتياجات بتاعة المجتمع اللي المباني دي هتتبني فيها ما تبقاش مختلفة. وفي نفس الوقت كمان خلي بالكم المجتمعات طبعا زمان كانت ما فيهاش اختلافات كتير، احنا دلوقتي من ناحية السوسايتيز بقى عندنا اختلافات كتيرة خالص، اطياف كتير ومتطلبات كتيرة مختلفة حسب كل مجموعة من البشر، مثلا بسبب الزيادة الضخمة في الأعداد طبعا بتاعة المجتمعات دلوقتي والقوميات زادت، فبقى في مجتمعات فيها قوميات كتير جدا، فكل مجموعة قومية ليها متطلبات ممكن تكون مختلفة عن التانية يعني، على عكس زمان كان الوضع بسيط شوية. وطبعا آخر حاجة فكرة الـ Natural Resources، المشكلة الرئيسية اللي احنا بقينا بنواجهها دلوقتي، وهي إن مصادر الطاقة وزيادة التلوث، كمان مصادر الطاقة بتقل والتلوث بيزيد، بقى عندنا مشاكل أكبر، فبقى في مشكلة رئيسية في كل مبنى احنا بنصممه، إن احنا نخلي المبنى بقدر الإمكان بيعمل Conserving للـ Natural Resources وكمان ايكولوجيكال وجرين بيلدينج، ويبقى هو المبنى نفسه ما بيحتاجش ان هو يأثر على الطاقة على الانفايرمنت بالسلب كتير، وفي نفس الوقت يكفي نفسه ما يحتاجش ان هو يستهلك ريسورسز ضخمة علشان برضه ما يعملش مشكلة في ريسورسز. ده التحدي الرئيسي اللي بيقابلنا اليومين دول. بالنسبة بقى للبروجرام نفسه، للقسم نفسه، القسم بيطلع مهندسين بروفيشنال جدا محترفين سكيلد، دراستهم ما بتبقاش قليلة ولا بسيطة، بتبقى شاقة ومحتاجة مجهود جامد لأنها بتبقى داخلة في كذا ديسبلين مختلف، دراسة بتبقى مرتبطة بثقافة المجتمع اللي هم موجودين فيه، مرتبطة بنظريات العمارة القديمة والحديثة، ودايما لو في نظريات جديدة بتظهر بتبقى دايما بيبقى لها بيبقى في دايما ابديت، بيبقوا دايما اب تو ديت، المحتوى دايما بيتطور دايما، دايما بيتضاف لهم وبيدرسوا دايما كل حاجة جديدة في التكنولوجيا، اي حاجة جديدة بتظهر من ناحية الاساليب بتاعة الانشاء الكونستراكشن ماتيريالز وخلافه، اي حاجة جديدة بتظهر بيتعلموها وبيبقوا عارفينها، فالموضوع اوبن شوية، ما هوش مش كلوزد ومالوش نهاية، هو دايما مفتوح خلاص. نفس الوقت كمان الجانب الفني، وده بيبقى عليه عائق او يعني عليه لود برضه تقيل مش قليل، ان لان البروجرام برضه بيحاول يصقل المهارات الفنية في المعماريين مهندسين المستقبل الموجودين فيه،
فلازم يبقى عندنا فكرة الكرياتيفيتي دايما موجودة في كل المواد، إن لازم يبقى دايما في أفكار دايما كرياتيف موجودة عند الطلبة في المواد بتاعتهم، كمان مع فكرة الممارسة والتطبيق والمعرفة، إن يكون عندهم برضو معرفة دايما أبديتد. برضو عشان نبقى متفقين، زي ما قلنا إن كل حاجة بتبقى open ended، ملهاش نهاية، مفتوحة، فلازم تبقى عامل حسابك إن القسم عموما دايما بيعلمك إنك إزاي تدور على المعلومات الجديدة، إزاي تطور الكرياتيفيتي بتاعتك، إزاي تطور البراكتس بتاعك، سواء براكتس ده من ناحية السوفت ويرز، من ناحية المنتج اللي أنت بتطلعه، من ناحية كل حاجة. فأنت المفروض إن أنت بتبقى عامل حسابك إنك بتتعلم كمية حاجات داخلة في بعضها، وإن أنت بتتعلم الستارتس وبعد كده بتكمل بعد كده أنت الحاجات اللي ناقصة. يعني ده عشان تفضل دايما اب تو ديت في السوق، ما تبقاش اتعلمت لغاية ليميت معين وقفت. لو حاولنا نحدد برضو الحاجات اللي انت بتتعلمها في قسم عمارة، الحاجات الرئيسية اللي ممكن تطلع بيها او نلخصها، طبعا مش كلها، في حاجات اكتر طبعا كتير. اول حاجة انك تقدر تستخدم البرامج المعمارية والهندسية بشكل بيرفكت عشان تقدر تعبر عن فكرتك، لان هي دي اللانجوج بتاعت المستقبل دلوقتي. زمان كان الموضوع ممكن ينصب على الرسم اليدوي، على المهارات بتاعت الرسم، على الفكرة الارتستيك اليدوية شوية. دلوقتي على الرغم من ان الجانب اليدوي ما اتلغاش بالكامل، ما زال موجود، بس دخل ضمن فكرة السوفت ويرز، ان احنا بقيت ترسم على الكمبيوتر، حتى لو هترسم بايديك بنستخدم البادز عشان نرسم بايدينا على البادز عشان نقدر ندخل الرسم ده جوه الكمبيوتر، او تستخدم برامج الكمبيوتر على طول عشان ترسم عليها مباشرة. مهم انك بتتعلم ازاي تقدر تعمل عرض للافكار بتاعتك، ازاي تقدم المنتج المعماري بتاعك، الكرياتيفيتي بتاعتك تقدر تطلعها عن طريق الكمبيوتر، عن طريق سوفت ويرز كتيرة مختلفة هتتعلمها وهتعمل لها ابلاي طبعا في بقية المواد، مش مجرد انك هتتعلمها وخلاص، لان هي دي اللغة الرئيسية اللي انت هتتكلم بيها وتعبر بيها عن افكارك وعن المنتج المعماري اللي انت بتعرضه، عشان تتعلم بقية الاسبكتس بتاعت العمارة. نفس الفكرة برضو ان انت هتكون على دراية واضحة وكبيرة بالطرق الحديث، بالماتيريالز الجديدة وبالطرق الحديثة، فكرة في الكونستراكشنز واي تكنيك جديد بيطلع هتتعلمه. وبرضو هتتعلم انك تفضل زي ما اتفقنا فكرة السستينابيليتي، انك تفضل ان انت مكمل، تقدر تكمل التعليم لوحدك. يعني انت التعليم مش هيقف عند الكلية بس، هتبقى البداية فقط عندنا في القسم، وانت هتفضل مكمل دايما. خلاص انت عرفت الطريق، هتقدر تتعلم اي سوفت وير تاني انت عايزه لوحدك، هتقدر تكمل كل حاجة فيما بعد لوحدك. برضه هتتعلم الطرق المختلفة بتاعت الديزاين والابروتشز المختلفة في الديزاين، هتتعلم نقد معماري، هتتعلم ازاي تفهم المشروعات، ازاي تقيمها، ازاي تعرف تعمل يعني تعمل ديزاين باكتر من طريقة. برضه هتتعلم ازاي تبقى مواكب دايما للمشاكل المعاصرة بتاعت المجتمع، خصوصا في فكرة الاسكان، لان دايما مصر كان فيها مشكلة دايما في موضوع الاسكان والقوانين اللي بتطلع دايما اللي بتحدد القصة دي، وهتبقى دايما على ابديت بالرولز دي. وفي نفس الوقت كمان هتشوف الديزاينز اللي كانت بتحاول تحل المشاكل دي، وكمان هتبقى فيه طبعا جانب من الكورسز اللي هتاخدها فيها حلول للمشكلة دي، هتبدأ انت تصمم وتحاول تقدم برضو انت كمان حلول، بحيث تتعلم ان شاء الله بإذن الله لما تتخرج لو قابلتك مشاكل زي كده تقدر تقدم لها حلول بشكل عملي وفعال. الحاجة اللي بعد كده هتتعلم برضو جوانب من الناحية الانفايرمنتال، من ناحية ان انت هتتعلم ازاي تدرس الاضاءة في المباني بتاعتك، تدرس الصوتيات، وتدرس كمان انت ازاي تقدر تعمل ابلاي للسمارت سيستمز عندك في المبنى، بحيث انك تشوف تبقى مواكب التكنولوجيا الحديثة اللي بتطبق في المباني فيما بعد. واخر حاجة طبعا ان هيكون عندنا جوانب اضافية جديدة ككورسات، مش جديدة يعني محدثة، دايما هيكون عندك كورسات إضافية هتاخدها، ودي زي ما اتفقنا قبل كده بناء على التخصص اللي انت هتختاره. ف
شغالها. في نقط طبعا اكتر من كده بكتير حسب التخصص، زي ما قلنا في اخر 2 سمستر هيبقى انت حسب التخصص اللي انت هتاخده هتلاقي فيه مواد اكتر هتدرسها وهتخش فيها ان ديبث، بحيث يبقى النوليدج بتاعتك بتكبر كل ما بتكبر شوية وبتتقدم في السيمسترز لغاية ما تخلص ان شاء الله بإذن الله. طيب نتكلم على القسم اللي بعده اللي هو نبدأ في الأقسام الـ Interdisciplinary Programs. احنا دلوقتي هنتكلم على Landscape Architecture. Landscape Architecture تمام، زي ما قلنا في الأول إن هو بيركز أكتر على دراسة اللاندسكيب. تمام، هو مش بيدرس اللاندسكيب من ناحية الـ Open Spaces بس، ولا من ناحية النباتات اللي ينفع تتزرع الهورتيكالتشر والحاجات دي خالص، لا ده هو كمان بيحاول يعالج المشاكل المرتبطة بالديزاين بتاع اللاندسكيب. الموضوع ان هو اكبر من كده اكتر، من ناحية طبعا ناحية اللي ليها علاقة بالهيومانيتيز زي ما قلنا قبل كده، وكمان ناحية المشاكل الرئيسية اللي ممكن تبقى موجودة زي مشاكل المية، التلوث بتاع الهواء الاير، والاكوستيك بوليوشن الضوضاء اللي موجودة في اللاندسكيب. فطبعا احنا بنحاول في تصميمنا ان احنا نعالج المشاكل دي، وعشان تبقى متخيل المشاكل دي ما بتبقاش منعزله وما بتبقاش بسيطه لدرجه ان حلولها تبقى سيمبل، لان هي مربوطه بجوانب تانية كتير، جوانب اجتماعيه، جوانب من ناحيه الاشتراطات سياسيه، ethical conflicts، حاجات زي كده. فطبعا الموضوع ما بيبقى داخل فيه حاجات كتيره. برضه ما تنساش ان هو architecture بروجرام، فانت برضه بتدرس فيه عمارة، بتدرس فيه عمارة برضه بالتفصيل، بتركز بس فيه اكتر شوية على جانب اللاندسكيب، بس بتدرس ديزاين، بتدرس وركينج، بتدرس برضه بقية المواد، بس طبعا بيبقى الجانب بتاع اللاندسكيب وبتاع حلول مشاكل ديزاين اللاندسكيب فيه بتبقى واضحة، او الكورسات ظاهرة بشكل اكبر. برضو انت بتدرس اخر الحلول الابديتد اللي موجودة المحدثة زي ما قلنا، وبرضو بتدرس انك ازاي تتعلم تطور نفسك دايما، تدور على المعلومات، تخش تشوف الداتا الجديدة اللي بتحصل، بحيث ان القسم بيعلمك ان انت تقدر تفضل مكمل في حياتك كلها بتدرس، بحيث ان انت تفضل دايما up to date في شغلك، ما يبقاش عندك مشاكل من الناحية دي، فتفضل دايما effective ودايما بتكون عندك ال cutting edge technology وانت شغال، فبيفضل دايما تفضل انت دايما updated بالسوق وبالدنيا اللي موجودة حواليك وبالمشاكل الجديدة اللي بتظهر بتقابلك في ديزاين العمارة او landscape مع بعض. ال environmental architecture and urbanism program. طيب البرنامج ده طبعا هو ظهوره كان بهدف حل مشكلة عالمية كانت موجودة بقالنا فترة في آخر 10 سنين، بنتكلم عن مشكلة البيئة والانفيرمنتال كرايسيس اللي كانت حاصلة. عندنا أزمة كبيرة في الموارد، عندنا أزمة كبيرة في الاحتباس الحراري، في مشاكل البيلدينج عموما علاقتها بالبيئة المحيطة. فالهدف من البرنامج ده إنه بيخرج مهندسين بيركزوا على العمارة البيئية خلاص، والتخطيط البيئي، بحيث انهم يقدروا يطلعوا مباني وإيربن متصمم صح، وفي نفس الوقت بيراعي الاسبكتس البيئية في الديزاينز دي. طبعا هو الفكرة كلها علشان يقدر يعمل كده، فبتبقى الدراسة مركزة على 3 اسبكتس. الاسبكت الاولاني طبعا هو المبنى، هو بيدرس المبنى بالكامل، بعد كده بيدرس متطلبات اليوزرز وعلاقتهم بالمبنى، بعد كده بيدرس متطلبات البيئه من ناحيه الانفايرمنتال وعلاقتها هي كام بالمبنى، ويحاول يعمل انتجريشن ما بين الثلاثه دول، بحيث يبقى كده هو يعني حقق متطلبات البيئه، ما بقاش عنده مشاكل في البيئه، وفي نفس الوقت متطلبات اليوزرز متحققه، وفي نفس الوقت عمل المبنى بفانكشنز فانكشن مظبوط، وفي كرياتيفيتي برضه ومتصمم صح والدنيا بتاعته تمام. البرنامج طبعا بيقدم للطلبة introduction كده واضحة في الكورسز بتاعته عن البيلدينج ساينس، بيدرسوا مبادئ العمارة البيئية environmental design sustainable، وبيتعلموا ازاي يوازنوا ما بين الوظيفة زي ما قلنا في الأول والمتطلبات البيئية لما يعملوا دراسة للديزاين لأي مبنى جديد،
طبعا بيتعلموا نفس الفكره انهم يقدروا يعملوا سستين للمعلومات، انهم يقدروا يدوروا على الجديد دايما، يتعلموا الجديد لما يخلصوا ان شاء الله باذن الله الكورسات اللي هيتعلموها في البروجرام ده. الهاوسنج اركتكتشر اند اربن ديفلوبمنت، البروجرام ده كان ظهوره ناتج من حاجة ملحة حاصلة بقالها برضه فترة موجودة بتحصل في العالم، إن العالم بيتجه دايما ناحية التحضر. يعني أغلب السكان عموما، يعني على الكرة الأرضية تقريبا 50% من السكان قاعدين في مدن، قاعدين في مناطق حضرية، واللي قاعدين في مناطق مش حضرية اللي هي الحاجات الرورال شوية بيتجهوا ناحية التحضر، إنهم يا إما بينتقلوا للمدينة يا إما بيبدأ بسبب التطور التكنولوجي المناطق بتاعتهم يحصل لها ايفولفينج وتبقى مناطق متحضرة، يحصل لها urbanization. فده لما بيحصل معناه إن عدد السكان بيزيد، وعدد السكان لما يزيد يبقى لازم المعروض من السكن يكون بيكفي العدد ده، وطبعا ده مش حاصل، فده بيعمل عندنا جاب، في عندي كده فجوة موجودة بسبب ان العدد الطلب بيزيد على السكن، علشان المكان ده فيه شغل، فيه كواليتي اوف لايف معينة، الناس عايزة تسكن هنا، والسكن ده مش موجود، عايزة تبقى قريبة من شغلها وخلافه، عشان الثورة الاقتصادية وعشان الايكونوميك جروث والحاجات دي، فكل ده مش موجود. فطبعا عشان ما فيش سكن يبقى ما هيبقى الموضوع صعب، هيبقى فيه أزمة في السكن. فكانت الفكرة كلها إن يبقى في بروجرام متخصص في موضوع الهاوسنج علشان يعالج المشاكل دي، ويبقى دايما بيرصدها ويحصرها، ودي مشكلة مش في مصر بس، دي مشكلة جلوبالي، علشان تبدأ تحاول تحل الزيادة المضطردة في أعداد السكان اللي بتحصل في بعض المناطق، طبعا في مناطق كتير موجودة في العالم، بإنها تبقى متصممة بطريقة مظبوطة، توفر سكن مناسب في نفس الوقت الناس تقدر على سعره، secured، يحقق البيزك هيومن نيدز. تمام. القسم بيأهل الطلبة عشان يتخرجوا منه بيبقوا عارفين احتياجات السوق، housing market، عارفين الاستثمار العقاري في السوق شغال ازاي، بيقدروا يبقى عندهم خلفية كاملة عن القوانين، عن التمويل، عن الاشتراطات وإدارة المشروعات بتاعت الهاوسنج، وفي نفس الوقت بيبقى عندهم فكرة كبيرة جدا ازاي النمو ده بيحصل، ازاي يقدروا يبقوا عارفين النمو ده بيتحرك في انهي اتجاه. الخريج برضو بيبقى قادر ان هو يقدر يعمل تكامل ما بين المتطلبات المختلفة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والانفيرومنتال في نفس الوقت، عشان يقدر يحقق بيئة آمنة وصحية، وفي نفس الوقت يقدر يعمل بيئة سستينابل تعيش فترة أطول، ما تأثرش على الانفيرومنت بشكل سلبي، ما تبقاش فيها مشاكل كتير، بحيث الناس تعيش معاهم فترة طويلة. بيتعلم برضو الترندز المختلفة في الديزاين في الهاوسنج، وبيتعلم برضو الثيمز المختلفة زي السمارت هاوسنج سيتيز، هاوسنج أو سمارت سيتيز. طيب الخريج عموما من أقسام العمارة كلها، بالنسبة بقى للكارير للشغل، المفروض الراجل ده هيعمل إيه في حياته؟ المفروض الخريج بيبقى عنده بعد ما يطلع إن شاء الله ويتخرج بيبقى عنده تولز كتير اتعلمها من الكلية من الأقسام دي، بروجرامز كلها، بيبقى قدر يجمع التولز بتاعت الكريتيكال ثينكينج كلها، يقدر عنده المستوى الديزاين والكريتيفيتي عنده زاد، يقدر يعمل ديزاين ويصمم مباني، يصمم فراغات، يقدر ياخد ليدنج رول في البروفيشن بتاعته، يقدر لو عايز يفتح هو حاجة أو يبدأ هو يبقى عنده زي استوديو صغير يشتغل فيه، يقدر يعمل ده ألون. يعني الخريجين عموما يقدروا طبعا إما زي ما قلنا قبل كده يبقى هم واخدين ليدنج رول لوحدهم، أو يقدروا يشتغلوا في الديزاين فيرمز، يقدروا يشتغلوا مهندسين، يمكن يشتغلوا في الديزاين، يشتغلوا يعملوا تندر دوكيمنتس زي رسومات الوركينج أو زي الدوكيمنتس بتاعة الطرح عموما،
مواصفات مقايسات وخلافه. ممكن يشتغلوا في الاربن ديزاين، ممكن يشتغلوا في الديتيلد بلاننج، ممكن يشتغلوا في حاجات كتير. برضه ممكن يدخلوا في الحته بتاعت الكونستراكشن اندستري ويخشوا في البيلدنج تكنولوجي، ريهابيليشن اعاده الاستخدام او اعاده التعمير، او زي كونسرفيشن مثلا هو الحفاظ على المباني التاريخيه لو في حاجه، لو دخلوا في المجال ده. اشتغلوا في اللاندسكيب الاربن كوست كونتكست، وبرضه ممكن يشتغلوا في الفيزيكال بلاننج. طبعا كل كلمة أو كل مجال من دول احنا بنقولها جواها أكتر من تخصص، جواها أكتر من حاجة، فالموضوع متشعب وكبير، بس احنا بنلخصه شوية. آخر حاجة طبعا إن هو ممكن يكمل في المجال العلمي من ناحية الدراسات العليا، يقدر يعمل أبحاث، ممكن يشتغل في مراكز الأبحاث ويعمل هو ريسيرش، يحضر ماسترز، يقدر يشتغل في تطوير حاجات كتير، ماتيريال، الثيوريز، الديزاين نفسه، الديزاين بروسيس، وهكذا. ففي مجالات كتيرة مفتوحة، حتى انفايرمنتال برضه يقدر يشتغل في المجال اللي هو شايفه مناسب ليه. أرجو أكون خلصت ووضحت زي مقدمة بسيطة عن الأقسام العمارة اللي موجودة في الكلية وعن الأفكار اللي فيها. الجزء اللي جاي هتكلم فيه بس عن الكمبيوتر والسوفت ويرز والطفرة اللي موجودة في العمارة. هعرض لكم مجموعة فيديوز وحاجات بحيث تقدروا تبقوا متخيلين الفكرة عاملة ازاي. في الجزء اللي جاي ده هوريكم سامبل بس كده، فكرة عن عملية ديزاين بتتم ازاي. هتفرج على شوية سامبلز، هتشوفوا الأفكار بتتعمل ازاي وبتتبني ازاي. هو هيبدأ دلوقتي، بيبدأ يحط الكونسبتس، بيبدأ يحط الزونينج بتاعه، يحط الفكرة الرئيسية اللي هيشتغل عليها، يبدأ يوزع الفراغات، يبدأ يقول الفراغات توزيعها هيكون عامل ازاي، بيمثلها بدوائر ببابلز، ويبدأ يحط مسارات الحركة اللي ما بينها وعلاقاتها مع بعضها عاملة ازاي. بعد كده يبدأ هو يتخيل شكل المبنى هيطلع عامل ازاي، ويبدأ يحول الفراغات دي، يعمل ريفايننج اكتر، ويبدأ يحول الزونينج اللي هو عمله ده لفراغات اكثر تفصيلا. بعد كده بيبدأ يحولها لغرف بجد، بناء طبعا على الزونينج اللي هو عمله. دي حاجة من الفاينل برضو برودكت اللي هو طلعه. اوكي، هو بدأ يرسم خلاص الفراغات اهي، بيبدأ يحدد اشكال الفراغات وهو شغال. انا معلش مسرع الفيديو علشان التايم، بس ما اضيع لكوش وقتكم. ممكن اسيب لكم لينكس لو انتوا عايزين تتفرجوا على البروسس دي، لو حد مهتم يقدر يشوف البروسيس كاملة مشروحة، الفكرة نفسها عاملة ازاي. هو بيتكلم طبعا عن الكونسبت اللي هو بيفكر بيه، وازاي بيبدأ يعمل علاقات الفراغات مع بعض، بيحدد أماكن الأبواب، هو عنده مثلا عنصر مائي بحر قدامه، فعشان كده بيبدأ يوزع الفراغات على الفيو اللي عنده أو البحر اللي عنده. وبعد كده بيبدأ يدرس بقى الفراغات اللي هو عملها دي من ناحية ال 3D، يحولها الموديل، ومن الموديل بيقدر يعمل سيميوليشن ويشوف اذا كان الموديل ده مطابق للناحيه البيئيه، في مشاكل ولا ما فيهوش مشاكل. تمام، ده الموديل من بره، دي نايت شوت. تمام، كده كده ان شاء الله في قسم عماره انتوا هتخشوا في الفكره دي اكتر. ده مبنى حيدر عليف موجود في باكو اذربيجان، كانت عاملاه المعمارية زي حديد. ده كده بالنسبة للكونستراكشن، أفكار الكونستراكشن، ديزاين، الحرية في التصميم. الموضوع مش مجرد فراغات فقط، هي فكرة وبتحاول تعبر عنها. دي طريقة الكونستراكشن بتاعت الفكرة، بتعبر عنها ازاي، تبدأ تحولها لفورم وستراكشر، تبدأ تحولها لمبنى بحيث الناس تقدر تستخدمه فيما بعد. دي صور من التنفيذ، دي صور مش فاينل، دي صور من الكونستراكشن. هو طبعا خلص خلاص. الصور الأولانية كانت لما كان لسه بيتبني تغطيات. زي ما قلنا الموضوع متشعب جدا في فكرة العمارة. في ناحية التخصص انت هتكمل في انهي مجال من المجالات، انت اللي بتحدد المجال اللي انت عايز تكمل فيه، وعلى هذا الأساس بتبدأ
تختار تخلي دراستك تبقى في أنهي اتجاه؟ كده بعد ما خلص كده كان فيديو وثائقي الموجود هتلاقوه على اليوتيوب لو انتوا عايزين عن الفرنجيري. I want to guarantee that we can build that vision. And I want to guarantee that we can build it at a price that the owner can afford. دي حبيت الفكرة زي ما انتوا شايفين اهو. دي كان بيبدأ يعمل ترايل على الزونينج وعلى The first project of significance was Bilbao. And we took the our team to Bilbao. They spent a week with the six steel subcontractors and they trained them how to use CATIA. And the bids came in 18% under budget, six separate contractors, and a 1% spread. And when I saw that, I realized we got powers here that architects don't usually have. The latest thing is the curtain wall for Beekman, 76-story tower, a rental building, Manhattan. The facade looks like wrinkled cloth. It's made of stainless steel. There are no two pieces the same. It's based on trying to get bay windows. So when you're in a tall building in Manhattan, you go against the window and it's flat. And if you can walk into a bay window, all of a sudden you're in outer space. It's a whole different experience. And with CATIA, they were able to corral that into a reasonable cost. And when the day it was bid, the final bids were $200 a square foot. That same week, a flat curtain wall in Manhattan was $200 a square foot. So that's the miracle of stuff. You can control costs and you can do stuff which can only be done with CATIA. You can't do it with any other software that's out there. And هو بيتكلم انه بيشتغل بسوفت وير اسمه كاتيا. سوفت وير بيساعده كتير على ان هو يقدر من بروتوتايبس ويقدر يعمل موديلنج للمشروع بتاعه بالكامل. وبيقول ان هو اداله باورفل تولز وخلى عنده قدره كبيره ان هو يقدر يطلع موديلز ويطلع مباني شكلها مختلف، ويقدر كمان يلاقي حاجات مش لاقيها في السوفت ويرز الثانيه. طبعا للعلم هو كاتيا مش برنامج معماري في المقام الاول عشان الناس تبقى متخيله، هو برنامج اكتر شويه بيشتغل ناحيه ميكانيكا عشان نبقى واضحين. بس احنا في حياتنا او في شغلنا كمعماريين احنا بنستخدم التول الافضل بالنسبه لنا او اللي بتوصلنا لاحسن نتيجه واسرع نتيجه نقدر نشتغل عليها، بحيث انها توفر لنا وقت وتوفر لنا مجهود في الايه في الشغل بتاعنا. دي كانت مجموعة من السامبلز. أنا مش عايز أدخلكم في سامبلز أكتر من كده عشان ما أطولش عليكم في المحاضرة. أنا عارف إن المحاضرة كانت طويلة وتقيلة. الفيديوز دي موجودة على الإنترنت لو عايزين ليها لينكس أو حاجات، لو عايزين نشوف وثائقيات عن المباني، عن المعماريين، عن البروسيس بتاعت العمارة عموما. لو حد نفسه يتفرج على الحاجات دي من دلوقتي مفيش مشكلة، ممكن تبعتولي أبعتلكوا اللي أنتم محتاجينه كوثائقيات أو كبروسيس بحيث تتفرجوا براحتكم على مباني كتيرة اتعملت وتحليل ليها واناليسز، وتشوفوا الناس حتى المعماريين اللي بنوها افكارهم وارائهم عن المجهود اللي عملوه والافكار بتاعتهم كانت ايه عشان يوصلوا للنتيجة النهائية بتاعتهم.